السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ شباب في هذا المقطع إن شاء الله سوف نتحدث عن شخصية فرعية من لعبة Resident Evil 3، وطبعا هذه الشخصية هي شخصية داريو روسو. طبعا قبل بدء القصة للعلم فقط، قصة داريو الأصلية غير واضحة، وهناك مصادر قامت بإضافة قصة لهذه الشخصية وخاصة بخصوص عائلته، وأيضا هناك تشابك في الأحداث. نبدأ بقصته عندما كان في المخازن في حوار مع جيل فلنتاين. قال داريو: ماذا؟ وهو متعجب: ما الذي تتحدثين عنه؟ لقد فقدت ابنتي هناك، كيف تجرؤين أن تخبريني بالعودة إلى الخارج؟ طبعا هنا داريو روسو يدين جيل فلنتاين. كان داريو روسو مدنيا في مدينة راكون أثناء التفشي التي لجأت إليها جيل فلنتاين في مستودع مهجور. في نظرة أخرى هو سائح في مدينة راكون، تقابله جيل في أحد مستودعات المدينة. ينظر إلى داريو على أنه تم تسجيل دخوله في سجل أبل إن، وهو فندقا في مدينة راكون بالقرب من جاك بار. عانى من أضرار واسعة النطاق للحرائق أثناء حادثة تدمير مدينة راكون، حيث كان الفندق يؤوي اللاجئين، مما يشير إلى أنه وعائلته ربما لم يكونوا من السكان المحليين أثناء إخلاء مدينة راكون في 24 سبتمبر من 1998، وهو الذي انهارت فيه جميع خدمات الإنقاذ وأنفذ القانون بالكامل. اضطر داريو وعائلته إلى الدفاع عن أنفسهم في محاولة للهروب من جحافل الزومبي المتعدية عبر شوارع مدينة راكون المدمرة دون حماية أو فرصة للمساعدة. في وقت ما أثناء أو بعد انهيار المدينة في 26 سبتمبر، قتلت والدة وزوجة وابنة داريو في الفوضى عندما وصل داريو الناجي الوحيد من عائلته، وبعد أن فقد ابنته لوسيا أثناء اندلاع الزومبي أخيرا إلى أمان المستودع. كان بالفعل رجلا مكسورا تماما عندما طرحت جيل المخاطرة بمغادرة المستودع بحثا عن مزيد من الأمان. قام داريو بتوبيخها بشدة وحبس نفسه داخل حاوية الشحن، اعتقد بأنه سيكون الخيار الأكثر أمانا. في وقت لاحق عندما عادت جيل، وجدت أنه توفي وهو يحاول الهرب من المستودع، ومن المفارقات أنه يؤكل من قبل الزومبي. وهناك وصف آخر لقصة داريو: هو بائع في مدينة راكون وأحد الناجين من الحادث الذي صادفته جيل فلنتاين، مندوب مبيعات ومؤلف من مدينة راكون والذي تتواجد فيه جيل بالقرب من بداية اللعبة. أنه قلقا على ابنته ولن يغادر المستودع. إذا عادت جيل إلى المستودع بعد أن ذهبت إلى RBD لترى ما حدث لداريو بعد أن تركته وشأنه، لن يكون مشهدا جميلا. على الرغم من ذلك، ابنته لم يتم معرفتها حتى الآن. كان هناك فتاتان يمكن أن يكونا لهم صلة بداريو روسو، أحدها هي الفتاة التي تحاول الوصول إلى المستودع عندما تعود جيل فلنتاين من RBD، وهناك الثانية في برج الساعة المذكور في ملف يتحدث عن انتظار والدها. محادثات داريو روسو وجيل فلنتاين: عندما قال داريو أنه فقد ابنته، لم يكن يعني أنه في غير محله أو شيء من هذا القبيل. لقد ماتت، لقد رأى ذلك يحدث. جيل: حسنا، يجب أن نخرج من هنا. داريو: ماذا؟ وهو متعجب: ما الذي تتحدثين عنه؟ لقد فقدت ابنتي هناك، كيف تجرؤين على إخباري بالعودة إلى الخارج؟ جيل: أنا آسفة على ابنتك، ولكن لن يكون هناك أي إنقاذ، بمعنى بأن هذا المكان غير آمن، علينا أن نخرج من هنا. داريو يبكي عمليا عندما يقول فقدت ابنتي. إنه غاضب من جيل لأنه رأى للتو أن ابنته يأكلها الزومبي، والآن يتوقع جيل أن تعود إلى نفس الشوارع الموبوءة التي قتلتها زوجتي ابنتي أمي. لقد قتلت عائلتي بأكملها، مذكرة داريو روسو. يكتب داريو هذا بعد أن تركته جيل في المستودع، أنه يعرف بوضوح أن ابنته ميتة ولا يتجول في المكان. ملاحظات: اسم داريو روسو مكتوب على قائمة ضيوف في أبل إن، ومع ذلك يتم كتابته بشكل غير صحيح كلوسو لوسو، لأنه في اليابانية R و I متشابهان. اسم داريو هو إشارة محتملة لمخرج الرعب الإيطالي داريو أرجنتو المتعاون مع جورج روميرو في فيلم داون أوف ذا ديد، والمخرج المشارك في روميرو في مختارات الرعب
to Evil Eyes ولوحظ كمخرج منفرد. في الأصل سيؤدي إلى مذكراته والتي يصف فيها تطلعاته ليصبح كاتبا. تظهر هذه اليوميات في منفذ نينتندو 64 في Resident Evil 2. داريو هو رهينة يمكن إنقاذه في لعبة مصغرة خاصة في لعبة Resident Evil 3 وهي Operation Mad Jack L. إنه أول رهينة في هذه المهمة ويظهر دائما في محطة الوقود محاطا بخمسة من الزومبي، واحد منهم يزحف، والعلامة أنه لا يزال حيا هي صرخاته ساعدني ساعدني help me help me. عندما ينحسر داريو في المقطورة في بداية Resident Evil 3 في نسخة البلايستيشن 1 عندما تفحصها جيل سوف ينفجر ويقول قلت لك أنا لا أغادر أبدا، فقط ابتعدي عني لسبب ما على منفذ جيم كيوب والبي سي والدريم كاست وبايو هازارد، ابتعدي عني. تتم إزالة الخط. داريو جنبا إلى جنب مع براد ونيكولاي وشخصيات أخرى لا تظهر في رواية Resident Evil أمبريلا كورنيكلس. كتب داريو روسو مذكرته الأخيرة وقال لا يسعني إلا أن نتساءل عما إذا كان أي شخص سيقرأ هذه الكلمات، لكن كتبتها لتساعدني في الحفاظ على عقلي إذا لم يكن هناك شيء آخر بعد أن أصبحت وجبة لهؤلاء الوحوش التي لا تعتمد على الرصاص. هل تضحك النساء المسؤولات عن إغلاق المدينة عند اكتشاف جسدي؟ فهل هذا من المفترض أن ينتهي؟ أنا لا أريد أن أموت، أنا لست جاهزا، زوجتي، ابنتي، أمي، لقد قتلت عائلتي بأكملها، ولكن لا شيء من هذا يهم بعد الآن. الآن حياتي هي الشيء الوحيد المهم، هذا كل ما يهم. لم أكن لأتصور أبدا أن أكون مثل هذا، لقد تركت الكثير للقيام به بدلا من أن أكون بائعا. كان ينبغي لي أن أحاول أن أكون روائي، هذا ما كنت أريده دائما، لكن والدتي تقول لي فقط إن أمامك طريقا طويل تقطعه. لماذا استمعت لها؟ ولكن هذا يبدو وكأنه نهاية رائعة. داريو روسو الروائي فوق العادة قطع من قبل رئيس الوزراء. وإلى هنا تنتهي قصة داريو روسو وبها الكثير من الغموض. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع آخر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grrrr.